السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. معانا تفاصيل جديدة عن زلزال اللي ضرب المحروسة. إيه حكاية الزلزال ده وإيه تفاصيله؟ تعالوا نشوف. النهارده الساعة 3، الناس اللي أيلت طبعا أكيد الناس اللي كانت مأيلة ما لحقوش معانا الزلزال ولا لحظة ولا حسوا بيه. الساعة 3 النهارده ضرب ناصر الزلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر. ناس كتير حست بيه في اسكندرية والمدن الساحلية كلها والمحافظات الساحلية والقاهرة، طبعا بما فيهم بقى بنها ومحافظات الدلتا وشمال الدلتا، وممكن كمان يكون بعض محافظات شمال الصعيد حسوا بيه أو مصر الوسطى. الزلزال الحمد لله، الحمد لله والفضل لله والشكر لله، ما نتكش عنه أي أضرار، ما فيش منازل اتهدمت بفضل الله ولا في حد اتضرر منه، بس إحساس حلو إن الزلزال حصل. طبعا ناس كتير قوي من المتشائمين على رواد التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا قالوا يا جماعه والله يعني 2020 عايزه مننا ايه؟ ما انت احنا فرحنا خلاص بنهايه 2020، ترامب مشي، غار في داهيه، مرتضى منصور سقط، الاهلي خد الدوري، خلاص الاهلي خد بطوله افريقيا، فخلاص الدنيا حلوه، يعني 2020 بتنهي بشكل كويس. ليه بقى الزلزال ده يجي دلوقتي؟ يعني ما احنا كنا خلاص ده كلها 20 يوم والدنيا تعدي على خير. احنا يعني دي بقى بشاير، استعدوا ل 2021، ربنا يستر، ربنا يستر بقى ل 2021 وتعدي بسلام. اشوفكم بقى في فيديو جديد، ويا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجي لكم كل جديد بننزله. سلام.